اول ما جات لي الجلطه جات لي من 4 سنين، المخدرات اللي لعبت فيا كده. انا نفسي ابطل عشان خاطر ولادي، نفسي ابقى القلم كويس عشان خاطر ولادي، ونظره الناس ليا تبقى كويسه. ماشي، مراتي اللي جالها يمكن جالها بسبب انا، يمكن جالي جه مرات انا جالها بسبب انا، ان هي تعبت معايا كتير وقفت جنبي كتير، وعشان كده جالها المرض الوحش وشالت صدرها. بقالي 18 سنة متجوزة، بس 18 سنة تعبت فيهم، يعني أنا خلاص تعبت من كل حاجة لحد ما جالي الكانسر. كنت باخد تامول أول حاجة باخدها، وبعد كده دخلت طعم في الهلورين، لما لقيته أرخص من التامول الهلورين بهدلني بهدلني وموتني، وهو اللي عمل فيا كده. كل شوية مشاكل، صاحب الشقة خدها مننا، هو مرضه، عيالي مش عارفه اربيهم، مش عارفه اوديهم من المدرسه، لان يعني الترم الاولاني ما راحوش مرتين ثلاثه على بعض، جبتهم بعد 10 سنين، كنتش بخلف، نفسي اعلمهم، نفسي اشوفهم حاجه، وهو يخف عشان يصرف عليهم يجيب لهم اللي نفسهم فيه. كل ما طلبه انا يا جماعه انا عايز حد يقف جنبي يساعدني لله، لله اطلع من اللي انا فيه لله، مش عشان اي حاجه، عشان خاطر العائلين معايا دول. انا والله العظيم بتكلم من قلب، انا بقالي 3 ايام راقد على السرير ما بتحركش، 3 ايام وشي عمال يلف في ميه ما بتحركش، ما باخدش حاجه الثلاث ايام دول، ما باخدش حاجه، ومعمد مع نفسي، مصمد مع نفسي، تعبان تعبان، نفسي تعبانه، ساعات احس ان انا هموت عشان خاطر ولادي، انا عايز ربنا يخليني لاولادي، مش عايز حاجه اكتر من كده. ان هو طيب، طيب جدا، خش الشارع بتاعه كل الدنيا بتحبه وبتبقى واقفه جنبه علشان يبطل. انا كنت شغال حلاق، ايدي حلوه في الصنعه وايدي كويسه في الصنعه، وكل الزبون بقى يعرف ان انت الناس غصب عنها لازم تمشي، ما بقتش تيجي عندي غصب عنها، ناس معذوره مش بمزاجها. يمكن الشيء ده خسرني حاجات كتير، كفايه صحتي اللي انا فيها دي، كفايه اللي انا فيه ده، دي كفايه قوي، كفايه قوي ان انا مش عارف اقف على رجلي، كفايه ان انا بخش الحمام بزحف على ركبي، دي كفايه قوي، كفايه ان انا نزلت الشارع بنزل بعكاز، وربنا يعلم انا بنزل لازم اخد حقنه فولترين الاول، ومعاها الكبسوله اللي هي الصفراء فابيض دي لازم اخدها عشان اقدر امسكها امشي على العكاز، غير كده ما اقدرش اعمل حاجه. انا كنت بشتغل، واول ما اشتغلت كنت بصرف على العيله على قد ما بقدر، بس جالي الكانسر انا ما بقدرش اشتغل. رحت معهد السكر كذا مره مفيش فايده، بقى يقولوا لي تعالى لنا بعد شهر، بعد شهرين يبص لرجلي، تعالى بعد شهر، بعد شهرين، يكتبوا لي على مراهم وحاجات، المراهم بتضطر الجرح ما تنشفوش. انا لو واخد حاجه هتلاقيني بتكلم معاك بعفوية، يعني قايم بتكلم مع حضرتك، قايم اعرف اقوم على جسمي، اعرف ممكن اعرف اقوم اقعد. نفسي في كل حاجة حلوة ان ربنا يشفي خليلي عيالي، مين هيقف جنبه؟ ولا لي اب ولا اخت ولا ملهوش حد، وانا ماليش حد، يعني امي وابويا ميتين، وكل واحد من اخواتي يعني كل واحد ظروفه جايلاه، مفيش حد هيشيل حد. عندي فيروس سي، انا بص ايدي بقت عامله ازاي، بص ايدي تراش ازاي، بص انا ما برضاش اغير على رجلي من كتر الوجع، ما برضاش اغير على رجلي، المفروض اغير يوم بعد يوم بكتير قوي عشان ما تعملش ريح. انا ممكن اغير على رجلي كل 5 ايام، كل 6 ايام من كتر الوجع اللي انا بشوفه والالم اللي انا بشوفه. وكان كويس، وكان بيصرف علينا، وكان بياكلنا، وكان بيشربنا، وكان كويس، كانش في حد زيه. يعني اقول لحضرتك امشي في الشارع كده وقول محمد حمص، يقول لك ده طيب وغلبان، بس هو اللي بهدل نفسه. احنا عايزينه يبقى كويس ويشفي، وربنا يشفيه، مش عايزه حاجه تانية من الدنيا. والله العظيم جوايا خير بحياة ربنا، بس انا الدنيا مبهدلاني شويه، مش معنى انا مشيت في المخدرات ابقى انا وحش، لا عايز ابقى انا كويس، والله العظيم بجد.